هاي أنا سام، إحنا في كونفشن سام ابن أيمن ونستين. أنت ماما وهو بابا. مين بتخاف منه أكتر؟ أنا؟ أنت مصري ولا لبناني؟ أمي بتقلي أنا مصري ولبناني. مين بيعلمك أكثر؟ ماما. مين بيلعب معك أكثر؟ أنت. Ready for the Undertaker. حاجة كويسة. مين بيعلمك أكثر شيء بالبيت؟ شو عم تعمل حاجة تنتهي؟ رسمة، فعل، ماضي، مبني. ما عم بفهم. شو؟ كل هذا اللي حكيته ما عم تفهم؟ شوف أنت ما بعرف. درسه أنا خلص عم رحت أنا تيبي أيمن. ركز يا سام، ركز. ليه عم تعيط على الولد؟ رح تعقده شو قصتك وتصوتك؟ طيب شو أكتر شي بتخانق أمك وبيك عليه بالبيت؟ ما بشوفهم، ما بعرف شو بتخانقوا بس ما بعرف شو. يا عين لهلا بعدك عم تطق حنك؟ بعد لا طلعت الزبالة ولا مشيت الكلب إنه شو بعدين؟ يلا بقى خلصني. هيك حتتركها تحكي معك؟ سلام قدامك قدامك بس هخلي الكلام هقول الكلام ايمن ما لازم تترك تحكي معك هيك ابدا انت بس هتمشي انا هطلع فوق هحفرمها يلا بي امان كن راجل انا هطلع عينها ازاي تكلمني بالطريقه دي قدامك قدام اي حد يا سلام يو قلت لها لا ما قلتلهاش بس هقول لها ما ينفعش انا فاهم لا انا هوريها مين راجل البيت انا هوري ايمن سلام لازم امشي لازم اروح اوت يو قلت له ولا حاجه سلام بيبعت النكت بتاعته جيت واهلا وسهلا بيك في شينو نورتنا الله يخليك شكرا قبل ما نشرب شيء جاي مشوق بالزلمه بصراحه ايه قلت له مشوق تشرب تاخد قبل من العندي قبل العندي وانا انت عيني يا قلبي شو بتحب تشرب اللي هيطلع من ايديك والله أوكي. والله انا بحسك هلا يعني مش عارف اقول لك مبروك على البيبي الاول ولا مبروك على الجواز الاول شكرا ثانك يو فيعني الاوردر اللي انا عرفت بيه اللي هو البيبي بعد كده انك اتجوز انت اعلنت انك جبت إيه. بيبي بعد كده اعلنت او في نفس الوقت اعلنت لا بنفس الصوره اعلنت كان عيد نهار عيد ميلادي وانا ما بحب اصلا احكي عن عيد ولا مره يعني كنت اهرب بهذا النهار يعني ما جرب كون بعيد شوي بس بهذا النهار حطيت صوره ابني واعلنت حسيت انه هيدا احلى عيديه لإلي اني انا اعلن هذا الشيء عن الزواج وعن ابني طب ليه كنت مخبي موضوع او ما كنتش عايز تعلن على موضوع الجواز من بدري؟ العين له عين انه غير هيك ما كنت حابب فوت قصصي الشخصيه على العلن يعني وهيك كنا مقررين انا ومرتي طيب ومبسوط بهالخطوه؟ اكيد ومبسوط اكثر شيء غير انه انا ومرتي صرنا زمان احنا بنعرف بعض مبسوط بالبيبي اكيد هذا الشيء شو سميته؟ ياس عشان مرحوم بيك ياس نعم الله يرحمه طيب شو الفرق بين هلا اليوم بين عامر الاعزب وعامر عفوا الاب؟ تغيرت انا كثير تغيرت 70% بشو؟ 70% انه انا ما كنت اهدى يعني كل العالم ما كنت اهدى نقول بصراحه يعني نسفنجة انه يعني ما كنت اهدى ضايع فأول طلع كذا بس هلا لا
خاصة بعد ما صار عندنا الياس. هديت ولا وقف؟ صرت فكر بابني كثير، صرت فكر يعني ما اطول كثير اجي اشوف صبي، اذا بدي اسافر ما اغيب كثير عن سفرتي لاجي اشوفه. لا بتغير كثير فيك. هلا صار في عوائب للتصرفات، يعني اليوم مثلا انت حيالله غلطه بتصير بحياتك بتاثر على ابنك وعلى عائلتك اكيد. ايه اكيد. عشان هيك لا بدك ايه يعني بطلت حر مثل ما كنت انا. اوكي. يعني انا عشت لحالي، يعني ربيت مع اهلي بس فليت بكير من البيت، ربيت لحالي يعني عشت لحالي فتره. وما كان عندي التزام بشيء يعني. بس هلا لا اكيد حياته للحياة تغيرت. هدول انا من الصبح واعية عم بخبز وعم بعجن، صدقت؟ هلا مبينين شغل البيت. ايه مبينين شغل البيت وبشهوة صراحة يعني بدي اكل شهوة. طب بل ريقك قبل ما نكفي حوار. انا وياك. خير. لا عادي انا. انت بجد؟ ليك انت من الشباب يلي اسم الله هيك بسرعه مثل ما بقولوا نجم وانسطع يعني بعالم الفن، يعني شو بتقول شو سبب هذا الشيء؟ اختيار الاغاني هذا شيء كثير مهم، وانك انت يكون عندك ماركتينج صح. ايه اول اغنيه حسيت ان الاغنيه دي هي اللي خليتك تبتدي الطلعه بتاعتك؟ هلا هي المعلم ابن معلم، بس رجع من بعدها دغري لقيت قبت مزبوط انا شاب وعم اسس حالي. الغنيه هذه كسرت الدنيا يعني الحمد لله. عايزه تسمعي هذه؟ اكيد عاوز اسمع. فيها كلمه يلا الضبضه. لك يا عم هلا ما حعلق انا على الكلمات هذه اللي ضد النساء في المجتمع. يلا غني اللي بدك. وانا الشاب وعم اسس حالي، عم بركض والله لحالي، لازم ترد بهيدي الحالي وما تتطلبي، وبدك هيك وبدك هيك، فكرتيني ابن البيت كان حب علي يكون هيك، ما تتعذبي وعلى حدا غير تعرفتي مظبوطة هالقصة، ولا كلمة ما تحكي انت لك ما الله جرصة، وضب غراضي شو ما كنتي ما بيطلع لك فرصة، ويلا الضبضبة. استرجت اللي هالكلمة. و I love this song. Thank you. طيب سؤال، انت دايما بتحس الفنانين بره بيحطوا حياتهم الشخصيه في الاغاني بتاعتهم، مش ان انا بسال عشان الاغنيه دي بس، قد ايه انت بتحط حياتك انت والبيرسونال لايف بتاعتك انت في الاغاني، ولا اللي هو حد بينصحك بالاغنيه دي هتعمل هيت؟ لا هو انا بحب غني شيء واقعي، يعني بحب غني قصه صايره يمكن ما تكون صايره معي، بس انه ما غني شيء هيك يعني، لا بحب الستوري. يعني غنينا وقت العقليه الشرقيه كان موضوع واقع، غنينا رح غني الليلة كمان، معلم ابن معلم غنيته لأنه مرحوم بي كان أستاذ مدرسي يعني، فلا بحب غني أغاني واقعية، بس اللي جاي هلا غنيني قوية. طب أنا بعرف كمان أنك بتحب شي تاني غير الأغاني الواقعية، بتحب شكلك مزبوط؟ بس ولا مرة حكيت عن شكلك. بس إنه بحس أنا أنك بتحب بس شكلك، انه هلا الشخص ولا الحلو مره بحكي عن هذا الموضوع يعني، بس انه كتر خير الله. في شيء عتمه؟ انا كنت بحاول اي جهه خلاص انا مش غلط اللي هي بتقوله انه عادي مش حاجه غلط. انا بحب شكلي، هو بحب شكله. انا هلا اقول لك شيء، انا امتى بحب صراحه يعني بنبسط بحالي وقت اعمل سبور وخلص ناخذ شاور والبس، هيدي احلى لحظه عندي. هذا مثله بحس حالي ملك. ايه هذا مثله عن جد. لا انا قبل ما البس لا قبل ما البس يعني الافكار اللي بتجيني بهيدي اللحظه بحس معنوياتي كثير كثير عاليه. وهيك يعني بنبسط بهيدي اللحظه، طلعت من الشاور بلبس بطلع بكون مثلا عندي ميتين كذا. هذا الشيء كثير بحبه على فكره. ملاحظه صغيره دلوقتي ان هو
خس او ضعف 20 كيلو في 3 شهور. انا رجعت مثل ما بلشت بالاول، يعني انا جسمي كل عمره وزني 90 كيلو. اوكي. هيدا اتولدت محافظ عليه. اوكي. مرقت 3-4 سنين صحت لانه صار عندي مشكله بركبتي من ورا كنت عم بلعب باسكتبول وقعت عليها. فصرت اخذ اوبر واخذ كورتيزون. فانصحت. وقفت سبور واخذت عادي وقفتها، يعني بطل لي عندي خاصيه كثير وصرت فلشت يعني. فرجعت اخذت قرار من بعد ما ولدت مرت الياس انه لا بدي ارجع اضعف. رجعت ضعفت. شو جبت لها لمرتك كادو بس جابت لك البيبي؟ المرت شو بدها من عيوني؟ ما كان يعني في شيء سبيشال هيك جبت لها اياه؟ على طول فجأة بقصص والله. يعني كيف بتغنجها انت من طبعك رومانسي؟ نحن على طول بنسأل شو برجع. انا عصبي كثير عصبي وعندي مزاجيه. المزاجيه هي انه انا وقت اكون معصب ما بحب حدا يحكيني. بس لا انا بغنجها كثير وبحبها وبحب طيبتها، يعني عندها طيبه بمحل معين بتقتلني فيها. وهذا الشيء انا مثل ما بقولوا شيء هيدا يعني بيقتلني هيدا الشيء انه حدا يكون منيح بهيدا الشكل بياخذ عيوني يعني. اوكي. الشخص اللي بيستفزني ما بحبه. ايه الاغنيه اللي هتسمعها لنا دلوقتي؟ انا كنت بحاول اجر رجليك انك تغني لنا الاغنيه الجديده دي. هي لو في ما بقول لك هلا مسلطن صار لي فتره على اغاني الراحل ملحم بركات الله يرحمه ترابه يا رب تكون روحه بالسماء الله يرحمه. غني له شو بدك غني له ملحم؟ ابو مجد مرتي حلوة ومرتي يا حلوة مثل البدر يا سبحان الخالقها وحلفت الله بليلة القدر لا بخونة ولا بطلقها ومرتي حلوة ما بطلقها مرتي حلوة ما بطلقها ويا سبحان اللي خلقها ومرتي حلوين مثل البدر ويا سبحان الخالقها. بدي اسال سؤال عندي عشريه سال السؤال ما انه قعدنا وفتحنا قلوبنا يعني عم تخبرني حضرتك هيدي قصه الهرمونات تبع المره شو قصتها؟ كل ما نعمل مشكله بيقولوا لي حماتي بتقول لي واهلي وعمي طول بالك هرمونات هرمونات شو قصه الهرمونات؟ تعالي شو في هرمونات؟ هي خفيفه هي من ال لا فجاه ما بيكون في شيء فجاه ضرب شو؟ بص الستات يعني في مراحل يعني قبل الجواز برضه بيبقى عندهم طيب بس انت لو بتتجوز هرمونات اما قبل ما هتولد قبل ما هتولد بعدين هرمونات وهي حامل طيب بعدين هرمونات بعد ما بتولد عشان بترضع هي بعرفها بعدين عندك الهرمونات لغايه المينوبوز بعدين هرمونات بتاعت المينوبوز بعدين هرمونات لغايه ما انت تموت بعد ما انت تموت الهرمونات بتخلص هلا هلا بقولوا يعني ليك في حبل اوكي خلفنا طب خلصوا بده تضل كل الوقت لا ما حتقدر ليك انا وحبلي تنفسر له هيك تيحس حاله انه هو منه وحيد بهذا الموضوع انا وحبلي مزبوط كان يقطع اوقات الهرمونز ما عارف هذه بتقطع كل يعني النساء بس بحسوا فيها بس احيانا بعد ما خلفت فتت بالبلوز انا يعني فوت ايمن علي على الاوضه لاني قاعده عم ببكي بدون سبب هيك عم ببكي بس عم ببكي اللي شو في حدا مزعلك في شيء قال له لا ليه عم تبكي له ما بعرف مثلا عرفت انه عن جد في هرمونز بس هو بيكون بيكلم ان هو ساعات برضو ما يكونش بيعمل اي حاجه ومره واحده تكون قلبه عليك صح او متضايقه منك او متضايقه عامه ايه بس كمان بتصير معنا احيانا انه الواحد ما بيعرف ما بنعرف نحن ليه زعلانين هلا لكن بقول لك هي الدوس الخفيف بس من كام يوم يعني بكلمها مالك I'm not happy ما فيش حاجه حصلت ما فيش اي حاجه بس not happy okay. طيب ما نعرفش طيب نعمل ايه نطبطب ولا نبعد ولا نبقى رجول ايه وقت اللي بيكون ما في سبب يعني بيقول لي ليه بقول له ما بعرف ما يمود
انه ما يموت هذا اكيد يعني هرموناتي يعني انا ماني ما فيش مزعل انت ما ينفعش تعمل كده شو هالمود يعني يعني هي مش عم بفهمها انه اخو اخته هيدا شو هالمشكله الكبيره اللي صايره تا انت هلا مودك مش منيح شوفي ما بيكون في شيء صاير ماي هلا انت هم متركبين بطريقه احنا عمرنا ما هنفهمها والهرمونات دي هتخف بس عندهم لما احنا ايه مش احسن ما ان يكون انا مثلا ولا اطلع من الجيم واقف قدام المرايه مبسوطه بحالي وهيك ايمن هلا صار انا والله العظيم بتعرفي شو بيجينا افكار وقت انا كل شيء هيك بيطلع على راسي بكون مركز عليه بيجيني بهالتك عن جد والله العظيم ايمن هلا لانه بلش عم بيروح على الجيم اوكي اول شيء اذا ملاحظت صاروا 3 ارباع السكتشات هو توبس من فوق هلا صار عندي خصلي انا صرت كل ما عم بتحمم بلبس بحب قصدر بالسياره لحالي بس بعد ما تلبس اكيد يعني بحب قصدر بالسياره لحالي بحط موسيقى وبصير بفكر شو بدي اعمل شو في مخطط براسي لك كشغل ولا كبيرسونال الحياه الشخصيه كل شيء بس الشغل اهم شيء بس انه يعني هيدا وقت اكون بهيدا المود بكون كثير مبسوط مود الشاور يعني بيجي الابداع بس يحس حاله راضي عن نفسه موسيقى. هو اللي عم بحس حاله راضي عن نفسه هذا الرضا عن الذات عرفت شو بصير بحس حاله اقوى باورفل ومبسوط من حاله بصير بابدع صح ايه هذا الشعور بحسه بس اخسر كيلو وقت احط اغاني بالسياره وبنسمعها بس ايه وقت احط غنيه حلوه بسيارتي وبنسمعها فانت لو اخذت شاور وحطيت اغنيه حلوه في العربيه راحت كسرت مين الدنيا مين السيدي تبعه بسيارتك اكثر شيء بتسمعه ما عندي سيدي لحدا بس مين اكثر شيء بتسمعه طب مين اكثر شيء بتحب تسمعه بسيارتك هلا هالفتره عم بسمع ابو مجد صراحه أوكي. الله يرحمه تراب في فنانين كتار بحب الغنيه الحلوه مين ما كان بغنيها اذا حل جبتني بسمعها في حد بتغير منه الحمد لله ما ولا حدا لا بعيني شيء ولا بفكر ابدا والله العظيم وحياه عيوني غاليين علي وما بعمري فكرت هيك لانه الحمد لله الله نعم علي بكل شيء في حد نفسك تعمل ديو معه لا هلا لا ما بفكر بغيري ايه بس كل حد بيحب يعمل ديو بس صح عم نحكي عن مش بس ديو بحكي انه انا شخص ما بفكر بغيري دائما بقول ربنا بدعي التوفيق لكل العالم وكل الناس الله يوفقني هيك انا هيك بفكر لانه اذا بفكر غير هيك بحس انه الله بيضربني فدايما بتمنى التوفيق لا عدوي بتمنى التوفيق ما بحكي ما بعيني شيء الحمد لله نحن منشان هيك منحبك ونحن منشان هيك اليوم عزمناك لعنا على البيت ومنشان هيك نحن اصحاب معك وبدي اطلب منك انه على طول تجي تعملنا زياره بالبيت الشرف ومن عيوني وانتم كابل كثير مهضومين وانت مهضوم وان شاء الله هيك بتضلوا مع بعض يا رب والله يخليكم هالشاب الحلو الله يحميك يا رب ميرسي ايام حلوه انا 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 مش عايز اختم انا الحلقه بتاعتنا القعده شو بدك اللي. انا هقول هنشوفكم الاسبوع الجاي بحلقه جديده من شينو بس عايز نختم بحاجه انت نفسك تسمعها لنا حاجه رومانسيه عشان الاغنيه هلا البلد تنزل من الالبوم اسمه مخلص وغدار يا كنت مسين جديد بس غدار لا بلاش بتقول غربان من عين الغفا مشتاق حضني عالدفا حناني عأهل الوفا صوبك أنا تمشاني ودقيت جاوبني الصدى حسيت في عندك حدا فلاني وحدي عالهدى ويا ريت ما دقيت وصار اللي صار وخلصنا بقى مخلص وغدار كيف منلتقى ويا ريت روحي بفارقة شو بتنفعل يا ريت